يعدي يصفي بلايلي والركنية. عندنا لاعب يتسمى لاعب التذاكر، يعني لاعب تدفع التذكرة من أجل الاستمتاع. مرة أخرى بلايلي جمع يسارية نارية، استعراض على رامير البلايلي، كرة عفيف لا تعدى على حسين بن عيادة. دعوت يوسف يريد المرور أمامه بسام الراوي، شو هذا؟ بن عيادة يوسع والتصدي من عبد الكريم الدراوي أمامنا بالصورة تؤكد كلامي بالثغة رائعة. فنيات إذا كان الكلام من فضة يكون السكوت من ذهب. فنيات كبيرة جدا، لست أنا فقط من يقول هذا، يوسف البلايلي. مواصفات عالمية لنجم الكرة الجزائرية لاعب نادي قطر القطري. مجيد بوكرة لما